في بلاد الخير إمارات الخير، نلتقيكم. In this great country of the United Arab Emirates, we achieve success after success. مع آلاف الحكايات سوف نفتح كتب الذكريات ونسمع منهم. كل هذا وأكثر في وثائق نجاح. معي أنا شادية الحسامي، نلتقيكم. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ومميزة من برنامجكم الوطني وثائقي نجاح. ويسعدنا أن نستضيف اليوم السيد فارس المزروعي. يا مرحبا. يا مرحبا أستاذ فارس المزروعي، تشرفنا كثير بوجودك معنا اليوم. شرف لي والله أن جيتوا أنتوا سويتوا هالانترفيو. أكيد إن الشرف. بداية أستاذ فارس، حابين نتعرف عن شخصك الكريم أكثر. من هو السيد فارس المزروعي وكيف كانت البدايات بدولة الإمارات؟ والله ما شيء، أنا إنسان عشت ونولدت في هذه البلاد ومن هالجميرة في دبي، وصار لي فرصة أن أكون في أحد المدارس الزينة في دبي، وثم يعني أكملت بعض الأشياء لين 2010، وكنت جزء من شرطة دبي في البداية لين 2000. لا لا، لين 2007 تركت شرطة دبي وبديت أخذ قراراتي الشخصية وأشوف إذا هل أنا ألتحق بمكان ثاني أم أبدأ بشيء. شيء لإلك يعني بيزنس لإلي. ونعم، وخدت القرار. شو كان قرارك بهالفترة؟ أول كم من شهر كان صعب. كنت أبغي أعرف شو مهاراتي. حابين نتعرف عن الشركة أو بيزنس تبعك، شو الخدمات اللي بتقدموها؟ والله حالياً عندي أنا هاي شركة فولت. فولت كمبانية. بكل صراحة أنا بديتها أز ما أطلع أرباح منها. هي أكثر للناس. شفت شركة تسلا عندها مقولة. وواقفة على المقولة أني أنا أسرع الاستدامة، فقلت أنا بوقف في ظل الهدف مال تسلا أني أنا أبغي أسرع الاستدامة في دولتنا، دولة الإمارات. ومن هذا الشيء دخلت في عالم السيارات الكهرباء وعرفت السيارات الكهرباء، واكتشفت أنها وايد بسيطة جدا، يعني أبسط عن السيارات البترول العادية. كيف كانت التجربة بالأول ده؟ تجربة زينة يعني، تجربة الله حق. كانوا إحنا يمكن اللي كانوا يملكون سيارات كهرباء كانوا عددهم وايد قليل، ما كانوا كثير، كان شيء جديد يعني، خصوصا الناس اللي عندهم سيارات البترول يقول لك زين لو فضت شو صار، ما عندك شاحن في الشارع، ما عندك شو يصير. فهاي الاشياء اللي كنا نحاول نحلها، وكنا نجلس مع بعض احنا كملاك سيارات كهرباء، وكنا نقول شو اللي نحتاجه دعم، خلنا نفكر منو اللي بيدعمنا، اي اماره، اي جهه في الاماره، كيف احنا نقدر نكلمهم. الحمد لله كون إن علاقاتي زينه مع كثير من الناس، وصلت إلى كذا إدارة في إمارة دبي، ومع معالي وزير سهيل مزروعي في الطاقة بادروا في مسرعات الحكومية في 2017 مبادرة يحطون مثل خارطة الطريق لاستقبال سيارات الكهرباء. كان منها التشريع وكان منها إيه؟ فضموني إلى اللجنة هاي. حلو. اللي ياخذ سياره كهرباء، انا لاحظت شيء واحد، اللي من يشتري اول انسان اللي يشتري سياره كهرباء ما ياخذها كاول سياره، بياخذها كثاني سياره. هي اللي شاف صديقه عنده اياها، شاف حد من اهله عنده سياره كهرباء، اذا هو عنده يعني ما فيها مشكله، انا بشتري واحده بنجرب التجربه هاي. لاحظي التطور اللي مع السياره الكهرباء او مالك سياره الكهرباء. اول شيء يعمله يعرف الكيلووات، يعرف الفولت، استوى مهندس كهرباء سبحان الله في يوم وليلة. الأول يعرف سعر البترول كم، صح. الحين لا، الحين يعرف استهلاك الطاقة كم. فمن يعرف استهلاك سيارته والطاقة والكيلومتر وكل شيء، أول شيء يشوفه بيتي كم يستهلك، يشوف الثلاجة، يشوف المكيف، يشوف السخان. لا أنا هاي نقطة إيجابية أكيد، يعني شفتي يعني سبحان الله مثل البيلدينج بلوك، صح. زين بتشوفين بعد سنة سنتين أكثريتهم يركبون سولار، يركب بطارية في البيت، صح. يحط له الأشياء التكنولوجي، صح. عرفتي اللي هو مال
الموشن سنسر يوم تروحين الغرفة مش مستخدمة ثلاث أربع دقائق يطفي الليت. أكيد أستاذ فارس، أكيد دولة الإمارات كان لها دور في بداياتك في نجاحك، قديش كان هذا الدور كبير؟ الله يطول عمر الشيوخ والحكومة بدعمهم، هم اللي علموني، هم اللي طرشوني الله حق. يعني أكيد. أنا انبعثت من شرطة دبي، وكل الشكر إلى شرطة دبي أنهم بعثوني وما قصروا ووصلوني مراحل ما كنت أنا بوصلها بصراحة. أكيد. وما قصروا وياي في أي شيء بشكل عام، وهالفرص موجودة للطلاب اليوم بعد. صح. يعني أنا متأكد، أنا متأكد أن هذا الشيء مطروح لأي واحد ذكي يبغي يحصل دعم مالي الى الجامعات ولا شيء. انا متاكد ان في قنوات كثيره اللي بتدعم في هالموضوع. اكيد اكيد. نعم. حلو. من خلال حكينا عن دوله الامارات، حابين رساله شكر من حضرتك لشيوخ. الله يطول عمرهم. اشكر الشيخ خليفه بن زايد والشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد والشيخ حمدان بن محمد والشيخ مكتوم بن محمد وجميع حكام الامارات على 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 الوحدة وعلى المبادرات اللي حطوها. أكيد. حق شعب الإماراتي. أكيد. وغير شعب الإماراتي. أكيد. والناس اللي ساكنة في هالبلد هاي. متواجدين. نعم نعم. خلونا نحس احنا اخوان مو بغرباء، ولا في فرق بيني وبينكم. صح. ولا بين اي حد ثاني. صح. هذا بالعكس، هاي هذا لي الشرف. أكيد. ان هذا يكون شيء موجود. الله يطول بأعمارهم يا رب. نعم. ويديهم على هالدولة. امين امين ان شاء الله. امين. في حياتك أستاذ فارس أكيد كانوا في أشخاص ساندوك دعموك نفسيا، حابب تحكي لهم اليوم شكرا من خلال برنامجنا. والله أبغي أشكر في شخص في بالي إذا هو شاف هذا الكليب، شكرا جزيلا على كل الدعم اللي حصلته معنويا ماديا، أشياء أنا ما أتوقعها في حياتي. هو اللي وقف وراي، هو اللي يعني صدق ساندك. نعم سندني في أمور. وثاني شيء أشكر الوالد. الوالد عندي هو راعي بحر. حلو. الصيد. حلو. يعني من الأشياء اللي من هو صغرة هو اللي علمني. قال لي ياها الريال يريل عمره. صح. وقال لي بعد مثل اللي نحين في بالي يسمونه، يرقد خلي البال من الهم استراح. صح. إذا بالك مش شال هم تراك أنت مستريح. صح. صح. فطول بالك. صح. خلك ريلاكس. لو شو المشكلة هدي نفسك. صح. وقال لي الوقت حلال كل شيء. صح. الوقت كفيل. نعم. بحل كل المشاكل. نعم. نعم. الله يخلي لك الوالد أستاذ فارس، والله يخلي لك كل شخص ساندك، وتشرفنا كثير بوجودك معنا اليوم. العفو العفو اختي. يا اهلا وسهلا فيك. اعزائي المشاهدين، شكرا لمتابعتكم اليوم، ونراكم في حلقة جديدة.